بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ معكم اليوم المحاضرة الثالثة في فرع الأدب بإذن الله. طبعا إحنا كنا خدنا المحاضرة الأولى عن نحو درس كان وخواتها الناقصة والتامة، وخدنا المحاضرة الثانية اتكلمنا فيها عن التشبيه والفرق بين التعبير الحقيقي والمجازي. النهارده ان شاء الله بندخل في فرع جديد وهو فرع الايه؟ الادب. طبعا بعرفك بس فرع الادب ده يعني ايه. احنا بناخد السنه دي نصوص قصائد وبناخد نصوص نثريه. النصوص اللي احنا بناخدها بناخد نصوص من العصر الجاهلي، من العصر الجاهلي. فبما اني انا بشتغل على نصوص من العصر الجاهلي، فهو الاول بيعرفني معلومات عن العصر الجاهلي. الادب ده مجرد معلومات عن النصوص اللي انا بدرسها، معلومات عن العصر اللي انا بدرس فيه النص. احنا علينا الترم ده يا اولاد 6 دروس ادب. طبعا يبقى العصر الجاهلي الشعر والنثر، والعصر وعصر صدر الاسلام الشعر والنثر، والعصر الاموي الشعر والنثر. هنبدا معاكم النهارده ان شاء الله باول درس ادب وهو العصر الجاهلي. طيب بدايه هو بيديني معلومات كده تمهيديه، بيقول لي ايه هو العصر الجاهلي اصلا، هيعرفني العصر الجاهلي، هيقول لي ان العصر الجاهلي ده هو الفترة الزمنية اللي كانت قبل الإسلام بقرن ونصف. قرن ونصف يعني كام؟ يعني 150 سنة. يبقى العصر الجاهلي اتسمى جاهلي ليه؟ لأنه العصر الجاهلي هو إيه؟ هو الفترة الزمنية اللي كانت قبل الإسلام ب 150 سنة. طيب سمي بالجاهلي ليه؟ سمي بالجاهلي ليه؟ عشان كان فيه فوضى وجهالة، بمعنى مفيش قانون ثابت يحكم الناس وفي جهالة. طيب يا أستاذ، هو في فرق بين الجهل والجهالة؟ طبعا الجهل هو عدم المعرفة، إنما الجهالة معناها سوء الخلق، معناها السلوك غير السوي. لما حد يشتم واحد يبقى دي جهالة، لما حد يسيء لحد يبقى دي جهالة. هو العصر الجاهلي سمي بالجاهلي عشان الفوضى والجهالة. ده الأول تعريف يا أولاد العصر الجاهلي. تمام، يبقى العصر الجاهلي والفترة التي سبقت الإسلام بقرن ونصف وسمي بالجاهلي لما كان فيه من فوضى وجهالة. احنا بناخد حاجة اسمها الأدب الجاهلي. يعني ايه الأدب؟ يعني الشعر والنثر. بعض الطلبة مش عارف الشعر والنثر. الشعر اللي هو أبيات، والنثر اللي هو الكلام العادي اللي زي القراءة كده، اسمه ايه؟ نثر، بس بيبقى نص. احنا بندرس الأدب الجاهلي. طيب الأدب الجاهلي ده مين؟ قال لي ده الأدب اللي اتألف، اللي اتقال قبل الإسلام بقرن ونصف، يعني اتقال في العصر الجاهلي. طيب مين اللي قال الأدب ده الجاهلي ده؟ اللي قالوا العرب. طب العرب دول موقعهم الجغرافي فين؟ موقعهم الجغرافي جنوب غرب آسيا. طيب ماشي، مين العرب؟ هل أنت تقصد بالعرب السعودية واليمن وتونس ومصر والجزائر وليبيا والبلاد دي؟ قال لي لا، أنا ما أقصدش كده. أمال أنت تقصد إيه؟ أنا أقصد البلاد اللي كانت بتتكلم اللغة العربية قبل الإسلام. أقصد ببلاد العرب البلاد التي كانت تتحدث اللغة العربية قبل الإسلام ب 150 سنة. طيب مين هي البلاد؟ هم 5 مناطق: الحجاز، تهامة، نجد، اليمامة، اليمن. كم بلد؟ 5: الحجاز، تهامة،
نجد، اليمامة، اليمن. دي البلاد اللي كانت بتتكلم اللغة العربية وكان بيتقال عليها بلاد العرب. أمال يا أستاذ يعني مصر وليبيا وتونس والبلاد دي إيه؟ قال لي البلاد دي هي من الوطن العربي الآن، إلا أنها لم تكن تتكلم اللغة العربية قبل الإسلام. يعني إيه ما كانتش بتتكلم اللغة العربية؟ كل بلد كانت بتتكلم لغة تانية. يعني مثلا مصر قبل الإسلام كانت تتحدث اللغة القبطية، لغة شبيهة باللغة اللاتينية. ليبيا مثلا وتونس البلاد دي كانت بتتكلم لهجة أو لغة اسمها اللهجة البربرية، حتى كانوا يقولوا عليهم زمان إيه يا أولاد؟ البربر. كويس، يبقى إحنا عرفنا دلوقتي إيه هو العصر الجاهلي، وعرفنا كمان مين اللي قال الأدب الإيه؟ الجاهلي. طيب العرب دول عايشين فين؟ قال لي والله يا إما ناس عاملة بيوت فعايشة في المدن فهنسميهم أهل الحضر، يا إما ناس عايشة في الصحراء فهنسميهم أهل البدو. يبقى ينقسم العرب إلى قسمين. مين القسمين؟ أهل الحضر وأهل البدو. أهل الحضر في المدن زي مكة والمدينة، وأهل البدو في الصحراء، تمام، بيعملوا خيام وبيعيشوا فيها. كده يبقى احنا عرفنا مجموعة من المعلومات. تعال نقول المعلومات دي تاني مع بعض. طيب ركز معايا، السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول 1، ما المقصود بالعصر الجاهلي؟ قال لي الفترة اللي سبقت الإسلام بقرن ونصف، قرن ونصف 150 سنة. طيب اتسمى جاهلي ليه؟ عشان كان فيه فوضى وجهالة. كويس، بعد كده قال لي ايه المقصود بالادب الجاهلي؟ قال لي الادب الجاهلي ده الادب اللي اتوجد في الفترة اللي سبقت ظهور الاسلام بكام؟ بقرن ونصف. بعد كده قال لي هي اللي قال الادب الجاهلي العرب. طب بلاد العرب فين؟ قال لي بلاد العرب جنوب غرب اسيا، ده الموقع. طيب هي كم منطقة؟ قال لي هي 5 أقسام. مين هم؟ قال لي الحجاز وتهامة ونجد واليمامة واليمن. هم دول البلاد اللي كانوا بيتكلموا اللغة العربية قبل الإسلام. السؤال الرابع بيقول انقسم العرب إلى قسمين، أهل الحضر ودول اللي بيعيشوا في المدن زي مكة والمدينة، وأهل البدو اللي بيعيشوا في الصحراء. بعد كده هنقول حاجة، العرب إزاي بنعرف إن الإنسان ده عربي؟ يعني نعرف منين؟ من النسب. يقول فلان ابن فلان ابن فلان لحد ما ينتهي نسبه لشخص اسمه عدنان وشخص اسمه قحطان، أو شخص اسمه قحطان. مين دول؟ عدنان ده راجل جاء قعد في الشمال اللي هي بلاد الحجاز اللي هي السعودية دلوقتي، وقعد واستقر وخلف أولاد وبقى له ذرية كتيرة وقبائل وكده. وقحطان ده راجل قعد في الجنوب في اليمن، تمام، وبقى عنده برضه أولاد وذرية كتيرة، تمام. فأصبح عرب الشمال أساسهم عدنان، وعرب الجنوب أساسهم قحطان. فلما يقول لي إلى ما ينتسب العرب، أقول له ينتسب العرب إلى العدنانيين في الشمال نسبة لرجل اسمه عدنان، أو إلى القحطانيين في الجنوب لرجل اسمه قحطان. طيب هل العرب زمان كان عندهم صفات كويسة؟ قال لي أيوة طبعا، العرب زمان كان عندهم الكرم، الراجل العربي كان كريم جدا، والوفاء بالوعد، لما بيوعد واحد بيوفي بوعده، ونجدة المستهين، لما حد يستنجد به ممكن يضحي بنفسه عشان ينقذ اللي بيستغيث بيه، والصبر قوة التحمل، والفروسية ركوب الخيل. العرب كان عندهم هذه الصفات. طب هل العرب كانت عندهم معارف، علوم، معارف؟ قال لي ايوه، العرب كان عندهم علم الفراسة،
وعلم الأنساب. طب يا أستاذ، إيه هي الفراسة دي؟ وهل الفراسة تختلف عن الفروسية؟ أه طبعا، الفروسية دي اللي هي الخيل، ركوب الخيل. أمال إيه الفراسة؟ الفراسة ببساطة هي معرفة صفات الإنسان من خلال هيئته أو شكله. يعني زمان كان الراجل العربي يبص في وجه الإنسان، وجه الإنسان يقدر يعرف صفاته، يعني يقدر يقول من وجهه الإنسان ده ذكي ولا غبي، يقدر يقول من وجه الإنسان ده طيب ولا خبيث، يقدر يعرف من وجهه وهو بيتكلم ده صادق ولا كاذب. ده في حاجات أكتر من كده، ده أحيانا الراجل العربي يقدر يعرف كمان الابن ده أو الولد ده رقم كام في أولاد أبيه، يعني هو أول حاجة له أول ولد خلفه هو الابن الأول ولا الثاني ولا الثالث. ده علم، والعلم ده على فكرة بيدرس، علم معرفة صفات الإنسان من خلال هيئته أو شكله. ده اسمه يا أولاد اسمه الفراسة. يبقى الفراسة إن أنا بعرف صفات الإنسان من خلال شكله. وعلم الأنساب، هم كانوا حافظين أنساب بعضهم كويس جدا، يقول لك تعرف فلان، يقول لك أيوه ده فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لحد ما ينتهي إلى عدنان أو إلى إيه؟ إلى قحطان. كده يبقى إحنا عرفنا يا أولاد صفات العرب، أه زي الكرم والشجاعة ونجدة المستغيث والصبر والفروسية. وعرفنا معارف العرب، ما هي معارف العرب؟ الفراسة والأنساب. عرفنا إيه هي الفراسة؟ معرفة صفات الإنسان من خلال شكله أو من خلال هيئته، ماشي. طيب العرب يا أولاد كان عندهم ديانات ولا لأ؟ هو الديانة الإسلامية كان قبلها أنهي ديانات؟ كان قبلها الديانة اليهودية والديانة النصرانية. يعني في عرب كانوا يهود، اه، وفي عرب كانوا نصارى، اه، عارف الديانة اليهودية والنصرانية. طيب في عرب ما كانوش لا يهود ولا نصارى، كانوا بيعبدوا ايه؟ يعبدوا الأصنام ويعبدوا الأوثان ويعبدوا الشمس ويعبدوا القمر. طيب هو ايه الفرق بين الصنم والوثن؟ والله قيل ان الصنم ده اللي بيبقى معمول من ماده غير الحجاره، يعني الصنم ده معمول من الخشب، معمول من الذهب، معمول من النحاس، اسمه صنم. اما الوثن فهو معمول من الحجاره. معمول منين؟ من الحجاره. الوثن قد يكون ليس له شكل معين، انما الصنم ممكن يبقى له شكل. ده الصنم وان كان الاثنين يعني قريبين من بعض، بس هما بيفرقوا احيانا تفرقه بسيطه كده. عموما العرب عبدوا الاصنام وعبدوا الاوثان وعبدوا الشمس وعبدوا القمر، وكان في منهم ناس يهود وناس يعرفون الدين المسيحي. هل نقدر نقول من اللي انا قلته ده يا اولاد ان العرب كان عندهم فوضى في الدين؟ اه طبعا فوضى، كل واحد بيعبد اللي هو عاوزه، اي حاجه. الراجل زمان كان يعمل اله من العجوه البلح، ويعمل اله من العجوه يتعبد ليه، وبعدين يجوع، فلما يجوع ياكل الاله. يعني كان فوضى، كلام بقى فاضي. فهل الفوضى دي أثرت على انتشار الإسلام؟ قال لي أيوه، الفوضى الدينية سهلت انتشار الإسلام. إزاي يا أستاذ؟ قال لي تعالى أقول لك على حاجة. لما أنا أكون في مكان والمكان ده معايا فيه 50 واحد مثلا، إحنا بنتكلم في الموضوع، أنا وحدي لي رأي في الموضوع ده، وال50 واحد دول لهم رأي مع بعض، هل انا بسهوله اقدر اقنعهم ولا لا؟ هل انا بسهوله اقدر اقنعهم ولا لا؟ بالطبع لا.
لا ليه؟ لأن أنا وحدي وهم كلهم من غير رأي واحد، فهيساندوا بعضيهم. طيب إيه رأيك لو الـ50 دول كل خمسة منهم لهم رأي مختلف عن الخمسة التانيين؟ كل خمسة منهم لهم رأي مختلف عن الخمسة التانيين، يبقى ده إيه؟ يبقى أنا ممكن دلوقتي أنا أقنع شوية من الـ50. قال لي أيوه ممكن، ممكن خمسة تقدر تقنعهم برأيك. فلما كان الديانات أو لما كان الحالة الدينية للعرب في الجاهلية فيها فوضى، وكل واحد بيعبد اللي هو عايزه، فده سهل للإسلام الانتشار. كويس؟ تعال نشوف الكلام ده مكتوب الأول ونرجع تاني. يلا كده بصوا لي السؤال رقم خمسة، بيقول إلى ما ينتسب العرب؟ إلى ما ينتسب العرب يعني نهايتهم إيه؟ قال يرجع أصل العرب إلى العدنانيين، ودول نسبة لعدنان، راجل اسمه عدنان كان قاعد في الشمال اللي هي بلاد الحجاز. ولذلك لما تجيب نسب النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه من آخر اسمه عدنان. القحطانيين دول عرب الجنوب نسبة إلى راجل اسمه قحطان، يبقى نسب العرب إما إلى العدنانيين وإما إلى القحطانيين. تمام. طيب السؤال السادس بيقول ما أهم صفات العرب في الجاهلية وما أهم معارف؟ قال لي من شيم العرب. يعني إيه شيم؟ يعني صفات أخلاق. الفروسية، ركوب الخيل، والشجاعة، والصبر، والكرم، والوفاء، ونبذة المستميس. ده صفات مين؟ دي صفات العرب. طيب المعارف، قال لي علم الفراسة. واحنا قلنا ان الفراسة مختلفة عن الفروسية. ما الفراسة؟ اللي هي الاستدلال، يعني معرفة، هي الاستدلال بهيئة الإنسان على صفاته، يعني أعرف صفات الإنسان من خلال هيئته، من خلال هيئته. يبقى الفراسة معرفة صفات الإنسان من خلال هيئته، والعلم بالأنساب. يبقى العرب كان عندهم معرفتين، المعرفة الأولى الفراسة، والعلم الثاني العلم بالأنساب. طيب السؤال السابع بيقول أهم الديانات اللي العرب عرفوها في الجاهلية، عرفوا الديانة اليهودية والديانة النصرانية. طيب عبدوا إيه؟ اللي عبدوا الشمس والقمر والأصنام والأوثان. دي كده ديانات العرب. قلنا إن إذا كانت الديانات وإذا كانت العبادات بالشكل ده يبقى كده في فوضى في الدين. فالفوضى الدينية دي سهلت على العرب، سهلت على الإسلام الانتشار. أيوة، عشان كده جالي السؤال اللي بعد كده وقال لي إيه السؤال 8، ما أثر الفوضى الدينية في الجاهلية على الدعوة الإسلامية؟ قال لي الفوضى الدينية كانت من أهم العوامل اللي مهدت لنجاح الدعوة الإسلامية وانتشارها. تمام. طيب ده كده مجموعة من الأسئلة. نرجع تاني ونقول زمان يا أولاد كل أمة كان لها شهرة، يعني مكتوب في كتب التاريخ من زمان إنه الصين مثلا دي مشهورة بالعمل، الفرس بالعلوم، الأتراك قوة في الحروب، الفراعنة مشهورين بالبناء والعمارة. أمال العرب اللي هم في شبه الجزيرة العربية برعوا في إيه؟ شهرتهم في إيه؟ قال العرب برعوا في الأدب. اللي هو إيه الأدب؟ الشعر والمثل. العرب كانوا فصحاء بيتكلموا حلو قوي ويقدروا يقنعوا اللي قدامهم بالكلام، أصحاب حكمة. ده العرب. عشان كده شهرة العرب وجرأة العرب في ايه؟ في الأدب، في الشعر،
في النثر، في الكلام. العرب اهتموا جدا بالأدب على فكرة، والدليل على اهتمامهم بالأدب إنه كانوا بيعملوا حاجة زمان يا ولاد اسمها المعارض الأدبية. والمعرض الأدبي زي المسابقات، يعني كان زمان في أسواق في الجاهلية، لو أنت تسمع من ضمن أسواق الجاهلية سوق عقاظ. سوق عقاظ ده كان سوق تجاري، فكانوا يجوا في السوق ده ويعملوا خيمة كبيرة. الخيمة دي معرض أدبي. يعني إيه معرض أدبي؟ مسابقات، في لجنة تحكيم قاعدة، وكل شاعر مألف قصيدة، وكل خطيب مألف خطبة، يجي يقول وده يقول وده يقول وده يقول، وبعدين لجنة التحكيم تقول بقى مين أفضل واحد تمام هنا ومين أفضل واحد هنا، وكانوا يدوا جوائز للناس دي. فكان فيه اهتمام بالأدب، والعرب كانوا يحبوا الأدب جدا. يبقى لما نقول ما الدليل؟ إيه الدليل على إن العرب كانوا يهتمون بالأدب؟ الدليل أنهم كانوا يقيمون المعارض الأدبية. طيب المعارض الأدبية دي في إيه؟ في الشعر والخطابة والكتابة. كويس، شوف الكلام ده تاني مكتوب. السؤال رقم 9 بيقول: فيما برع العرب في الجاهلية وعلى ما يدل ذلك؟ قال لي برع العرب في الجاهلية في الأدب اللي هو الشعر والنثر. برع الأدب في الجاهلية في الأدب اللي هو الشعر والنثر، وهذا يدل على ذكائهم وقدرتهم في هذا المجال. طيب بيقول ان العرب في السؤال 11، انا هرجع للسؤال 10 بس السؤال 11 الاول، كان العرب معارض ادبيه. ايوه، تشمل ايه وايه وايه؟ قال لي العرب كان عندهم معارض ادبيه بتشمل الشعر والخطابه والكتابه. يبقى المعارض الشعر والخطابه وايه؟ والكتابه. بيقول عاوز دليل او مظهر يدل على اهتمام العرب بالادب. قال لي من اهم مظاهر اهتمام العرب بالادب اقامه المعارض الادبيه. يبقى ده دليل على ان هم كانوا بيهتموا بالادب، ان هم كانوا بيعملوا معارض ادبيه في الشعر والخطابه والكتابه. تمام. السؤال بقى اللي جاي بيقول لي، السؤال 10 اللي هو ده اللي انا سبته، بيقول إن الأدب الجاهلي كان صورة صادقة أو مرآة. الأدب الجاهلي كان صورة صادقة أو مرآة للبيئة الجاهلية. أيوه، الأدب الجاهلي كان مراية للبيئة الجاهلية. ليه؟ لأنه هو إحنا دلوقتي عرفنا منين حياة العرب. يعني إحنا عرفنا أسماء العرب في الجاهلية وحروبهم وعاداتهم واكلهم وشربهم ومعاملتهم، مع ان زمان يا اولاد الكتابه والقراءه كانت قليله، يعني عدد اللي كانوا بيقروا ويكتبوا قليلين خالص. فكان العرب بيعتمدوا على الكلام الشفوي مش الكتابه. طب احنا عرفنا منين كل المعلومات عن العرب؟ قال لي من الادب. العرب زمان كانوا بيالفوا قصائد، وقصائد طويله. طب كانوا بيتكلموا في ايه عن القصائد دي؟ بيتكلموا عن حياتهم وحروبهم وتعاملهم مع بعض. حلو كده؟ وكان العرب عندهم قدرة على الحفظ، ده الراجل كان يسمع القصيدة يا ولاد 50 بيت أو 100 بيت مثلا، يسمعها مرة إيه؟ واحدة، خلاص هو حفظها. يسمع القصيدة مرة واحدة اتحفظت، كان عندهم قوة حفظ عالية أوي. وكان ده ينقل لده وده ينقل لده. فابتدأت المعلومات عن العرب تتنقل في القصائد، القصائد متسجلة فيها كل حاجة عن العرب، تتنقل من ده لده لحد ما جاء الإسلام واهتم بالكتابة، فبدأوا يسجلوا القصائد دي ويسجلوا المعلومات دي. عشان كده بنقول إيه؟ الأدب الجاهلي والشعر الجاهلي هو اللي سجل لنا وهو اللي عرفنا حياة العرب في الجاهلية. عشان كده جالك السؤال بيقول رقم 10: الأدب الجاهلي صورة صادقة أو مرآة للبيئة الجاهلية. ليه؟ قال لي
عشان الأدب الجاهلي ده هو اللي سجل عادات العرب وأخلاقهم. عشان الأدب الجاهلي هو اللي سجل عادات العرب وأخلاقهم. تمام؟ هننقل أنا وأنتوا لحاجة مهمة جدا جدا. إحنا بناخد قصائد في العصر الجاهلي. القصائد دي لها نظام ولها منهج، يعني زمان لما شاعر يقول قصيدة، القصيدة دي لازم يبقى لها منهج ولها أسس، بتبدأ إزاي وتنتهي إزاي والكلام ده. كان في منهج العرب كانوا ماشيين عليه في تأليف القصائد. طب يعني إيه المنهج؟ قال لي لازم أي قصيدة عندنا تبدأ بالوقوف على الأطلال. هنقول رقم واحد، القصيدة تبدأ بالوقوف على الأطلال. سؤال، يعني إيه الأطلال؟ يعني الأطلال مفردها طلل. يعني إيه طلل؟ الطلل هو الديار القديمة المهدمة. يعني إيه بالبلدي كده؟ أنا كان عندي بيت قاعد فيه، قعدت فيه سنة اتنين تلاتة وبعدين عزلت، فلما عزلت وسبت البيت ومر زمن البيت بدأ يتشقق بقى وبدأ يتهد. البيت ده اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه أطلال. مرة انا كنت معدي من قدام بيت القديم ده، معدي من قدام البيت القديم، فوقفت قدامه وضارت في ذهني الذكريات اللي انا قضيتها في البيت. الوقوف قدام البيت ده اسمه ايه؟ هو ده الوقوف على الأطلال. زمان القصيدة لازم تبدأ بالوقوف على الأطلال، يعني الشاعر يتكلم عن ذكرياته في الديار القديمة. طيب وليه الأطلال؟ قال لي عشان العرب زمان كانوا كثير الترحال. كثير ايه؟ الترحال، يعني بيرحلوا كتير، بيرحلوا كتير. تمام؟ طيب كنا بنلاقي العرب يجي يقعد في مكان، وطبعا العرب زمان هم شغلتهم ايه يا اولاد؟ شغلتهم الاساسيه رعي الاغنام والابل، فبيدور على المكان اللي فيه عشب وميه، بيدور على المكان اللي فيه عشب وايه؟ وميه. ليه المكان؟ بيقعد فيه ويبني بيت كده من الحجاره، يعني بيت بدائي كده من الحجاره. قعد فيه شهر شهرين ثلاثه لحد ما العشب والميه دول يخلصوا. خلصوا يجي نائل رايح مكان ثاني ويبني بيت ثاني. وهكذا. فالعرب كانوا كثير الترحال، فكان لهم ذكريات في اماكن كثيره. فكان لما يالف قصيده يبدا بالوقوف على الاطلال، يعني بيتذكر الذكريات في الديار الايه؟ القديمه. دي كانت اول حاجه. يبقى اول حاجه او البدايه في القصائد الجاهليه ان يبدا بالوقوف على مين؟ على الاطلال. وبعدين قال لي رقم اثنين، الغزل. يتغزل في المحبوبة، يكلم محبوبته، يصف المحبوبة بتاعته. طب افترض انه مفيش محبوبة، يتخيل، لان دي حاجات لازم يعملها في القصيدة. يتخيل. ثلاثة، الوصف. لازم الشاعر بتاعنا يصف حاجة. يصف ايه؟ اي حاجة. يعني مثلا ممكن يصف الرحلة بتاعته، ممكن يصف معالم الطريق اللي بتقابله، الجبال والزرع، ممكن يصف الحيوانات اللي بتقابله في الصحراء، ممكن يصف الناقة أو الفرس اللي بيركبه. المهم لازم يصف. يبقى أول حاجة الأطلال، تاني حاجة الغزل، تالت حاجة الوصف. كل ده يا أولاد، كل ده مقدمات، هو لسه يعتبر ما بدأش في القصيدة. كل ده مقدمات، بعد كده يبدأ يدخل على الغرض الرئيسي للنص. يبقى الانتقال للغرض الرئيسي للقصيدة. يعني ايه الغرض الرئيسي؟ يعني انا جاي بقول القصيدة ليه؟ قال بقول القصيدة علشان امدح حد، يبقى الغرض الرئيسي المدح. طب بقول القصيدة علشان أعيب على حد، أعيب على حد، يبقى الغرض الرئيسي الهجاء. الهجاء ده
ذكر العيوب بتاع الإنسان. طب هقول القصيدة علشان أفتكر بنفسي وقابلتي، يبقى الغرض الفخر. طب هقول القصيدة عشان عايز أتكلم عن حد ميت وأقول عنه كلام كويس، يبقى الغرض الرئيسي الرثاء. دي اسمها أغراض. الأغراض الإيه؟ الرئيسية. طيب يبقى هنا هيبدأ بالأطلال، وبعدين الغزل، وبعدين الوزن، وبعدين يتكلم على الغرض الرئيسي للنص او الموضوع الرئيسي، سواء كان ينبح او وداع او فخر او رثاء، يتكلم عن حد ميت. بعد كده يا اولاد بيعمل ايه؟ يختم القصيدة. قد يختم القصيدة بأبيات من الحكمة. يختم القصيدة بأبيات منين؟ من الحكمة. كده ده ايه بقى؟ كده ده اسس القصيده. يبقى ده كل اللي انا بحكيه ده كله اسمه ايه؟ اسس او منهج، او منهج القصيده الجاهليه. يبقى اي قصيده جاهليه او غالبيه القصائد الجاهليه بتبدا بالوقوف على الاطلال، وانا قلت لك الاطلال يعني الديار القديمه، ذكريات، والغزل في المحبوبه، والوصف يوصف الرحله، معالم الطريق، حيوان الصحراء، والانتقال للغرض زي المدح والايجاء والفقر والرساء، وختام القصيده بابيات من ايه؟ من الحكمه. طيب هل نقدر نقول بقى من خلال اللي انا كتبته ده ان القصيده الجاهليه كان فيها وحده موضوعيه؟ يعني ايه يا استاذ وحده موضوعيه؟ قال لي يعني القصيده الجاهليه بتتكلم عن موضوع واحد؟ قال لي لا، هي كده بتتكلم عن كذا موضوع. يبقى القصيدة الجاهلية ما فيهاش وحدة موضوعية لأنها بتتكلم عن أكتر من موضوع. أمال القصيدة الحديثة اللي هي بتاع دلوقتي؟ قال لي القصيدة الحديثة لها موضوع واحد، في حين أن القصيدة الجاهلية كانت متعددة الموضوعات، يبقى افتقدت الوحدة الموضوعية أو الوحدة العضوية. تمام. طيب شوف الكلام ده بنقول ايه بقى؟ بصولي كده عندك السؤال رقم 13. السؤال بيقول ايه بقى؟ بيقول ما اسس بناء القصيده في العصر الجاهلي. السؤال 13، ما اسس بناء القصيده في العصر الجاهلي؟ الاسس او المنهج واحد، الوقوف على الاطلال وبعدين الغزل. هو ممكن يبدا بالغزل او يبدا بالاطلال، المهم يتكلم عن الاثنين. بعد كده الوصف، وصف الرحلة، معالم الطريق، حيوانات الصحراء، أو كده. وممكن يصف الناقة اللي بيركبها أو الفرس. الانتقال للغرض الرئيسي، المدح، النساء اللي هو مدح الميت، الفقر، ويختم بأبيات من الحكمة. اللي أنا بقوله ده اسمه إيه؟ منهج القصيدة الجاهلية. تمام. طيب سؤال 14 بيقول تفتقد القصيدة الجاهلية للوحدة العضوية. قال لي أيوة. يعني إيه الوحدة العضوية؟ الوحدة العضوية اللي هي وحدة الموضوع، الوحدة الموضوعية. أيوة القصيدة الجاهلية ما فيهاش وحدة موضوعية. طب ما فيهاش وحدة موضوعية ليه؟ قال لي علشان هي اتكلمت عن كذا غرض وكذا موضوع، لم تعرف وحدة الموضوع، بل تعددت الأغراض مثل الغزل والأطلال والوصف والغرض الرئيسي. يبقى القصيدة الجاهلية ليس فيها وحدة موضوع لأنها تحدثت عن أكثر من موضوع، وهو الغزل والوقوف على الأطلال والانتقال للغرض الإيه؟ الرئيسي. هنتكلم بعد كده أنا وأنتم عن حاجة كده يا أولاد اسمها المعلقات. اسمها إيه؟ المعلقات. إيه يا عم المعلقات دي؟ قال لي المعلقات دي عبارة عن قصائد طويلة. يعني الطبيعي مثلا ان الشاعر بيألف القصيدة مثلا 10 ابيات، 15 بيت، 20 بيت، الا ان المعلقات دي قصائد طويلة قوي. يعني القصيدة ممكن تصل 100 بيت وتعدي ال 100 بيت. قصيدة 100 بيت وتعدي ال 100 بيت. فالمعلقات دي هي بيتضح فيها منهج القصيدة الجاهلية، والمعلقات دي قصائد طوال. يبقى لما يقول ايه هي المعلقات اقول له دي قصائد طويلة.
طب المعلقات دي اتقالت في انهي عصر؟ العصر الجاهلي. طب مين اللي قالها؟ مجموعة من كبار الشعراء. مجموعة من كبار مين؟ الشعراء. يبقى تاني لما نعرف المعلقات ونقول ما هي المعلقات؟ هي قصائد طوال قيلت في العصر الجاهلي لمجموعة من كبار الشعراء. مين اللي قال المعلقات؟ طب وعدد المعلقات كام؟ ايه المشهور؟ ان عدد المعلقات 7. المشهور انهم 7، وفي ناس وصلتهم ل10، قال لك 10 معلقات. ماشي، احنا خلينا نتكلم عن الـ7 ونقول مين الشعراء الـ7 اللي قالوا المعلقات. الشعراء الـ7: امرؤ القيس، وده كان ملك، عنترة بن شداد، طرفة بن العبد، الحارث بن حلذة، زهير بن أبي سلمى، عمرو بن كلثوم، لبيد بن ربيعة. دول الشعراء الـ7 اللي قالوا المعلقات. طيب تاني، يبقى اللي قالوا المعلقات امرؤ القيس، عنترة بن شداد، طرفة بن العبد، حارث بن حلذة، عمرو بن كلثوم، زهير بن أبي سلمى، لبيد بن ربيعة. هي المعلقات اتسمت معلقات ليه؟ يعني ليه سموها معلقات؟ والله هو في اقتراحات ممكن تبقى بعضها صائبة وبعضها خاطئة، لكن دي اجتهادات. فقالوا يعني هي اتسمت معلقات عشان هم زمان كتبوها بمية الدهب وعلقوها على أستار الكعبة. يبقى لأنها كتبت بماء الدهب وعلقت على أستار الكعبة فقالوا معلقات. وفي ناس قالوا لا، ده هي اتسمت معلقات علشان هي قصائد حلوه، فالناس حفظتها بسرعه فتعلقت في اذهانهم. اتعلقت فين؟ فقالوا معلقات. وفي ناس قالت ان هي قصائد جميله فشبهوها بالعقود اللي بتعلقها النساء فاعلقها، تعلقها في العنق فقالوا معلقات. وفي ناس قالت ان هم زمان كانوا بيكتبوا المعلقات دي على جلد، قطعه من الجلد، ويعلقوها على العمود بتاع الخيمه اللي هم ساكنين فيها فقالوا معلقات. كل دي اسباب هنقولها مجمعه لماذا سميت المعلقات بهذا الاسم. قد يكون انها كتبت بماء الذهب وعلقت على استار الكعبه، سريعه التعلق في الاذهان، تبع العقود التي تعلقها النساء في الأعناق، أنها كتبت على قطع من الجلد وعلقت على عمود الخيمة. تمام. طيب نشوف الكلام ده مكتوب مع بعض. السؤال رقم 15 بيقول ما المقصود بالمعلقات؟ قال لي المعلقات قصائد طوال، قصائد طويلة. مين اللي قالها؟ مجموعة من كبار الشعراء اتقالت في العصر الجاهلي. قصائد طوال لمجموعة من كبار الشعراء قيلت في العصر الجاهلي. مين أشهر أصحاب المعلقات؟ الشعراء امرؤ القيس، عنترة بن شداد، طرفة بن العبد، الحارث بن حلذة، عمرو بن كلثوم، زهير بن أبي سلمى، مش سلمى، سلمى، لبيد بن ربيعة، ما اسمهوش لبيد، اسمه لبيد بن ربيعة. السؤال بيقول ايه علاقة المعلقات ببناء القصيدة؟ المعلقات دي من اشهر القصائد اللي بيتضح فيها بناء القصيدة. يعني ايه بناء القصيدة؟ مش انا قلت لك ان القصيدة بتبدأ بالاطلال والغزل وبعدين الوصف وبعدين الغرض الرئيسي؟ هتلاقي المعلقة متقسمة بقى، مثلا 5 6 ابيات او 10 ابيات في الاطلال، وشوية ابيات في الغزل كده، وشوية أبيات في الوصف، وأبيات كتيرة في الغرض الرئيسي اللي هو المدح أو الإيذاء أو الرساء وحكم. فالمعلقات بيبقى باين فيها التقسيم بتاع القصيدة أوي، فهي يعتبر أوضح قصائد لبناء القصيدة. طيب المعلقات اتسمت معلقات ليه؟ قال لي من أهم الآراء في سبب تسمية المعلقات في السؤال 18 أنها كتبت بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة، أنها سريعة التعلق بالأذهان، الناس حفظتها بسهولة، شبه العقود اللي بتعلقها النساء في أعناقها، أنها كتبت على قطع من الجلد وتعلقت على عمود الخيمة،
دي أسباب تسمية المعلقات بهذا الاسم. طيب بص بقى يا أولاد، إحنا زي ما قلت لكم إحنا عندنا قصائد جاهلية بندرسها. الشعر الجاهلي بقى صفاته إيه أو سماته إيه؟ غير إن إحنا قلنا إن القصيدة الجاهلية بتبدأ بالأطلال والغزل والوصف. طيب الشعر الجاهلي ألفاظه عاملة إزاي؟ ألفاظه والصور الخيالية اللي فيه والمحسنات والحاجات دي عاملة إزاي؟ قال لي تعالى نشوف الشعر عامل إزاي؟ سمات الشعر الجاهلي: واحد، وضوح المعاني وقلة المبالغة. يعني إيه وضوح المعاني؟ أن المعاني بتاعته واضحة. طيب والألفاظ واضحة. قال لي بس أنا لما بقرأ قصيدة من العصر الجاهلي بحس إنها صعبة. حبيبي بنقول وضوح المعاني في عصرهم هم كانوا فاهمين الكلام ده كويس قوي. طيب قلة التعلق في ترتيب المعاني والفكر. غالبا القصائد في العصر الجاهلي أو الشعر الجاهلي الفكر اللي هي الأفكار يعني والمعاني مش مترتبة، لأن العرب كانوا أميين، العرب كانوا أميين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، فما عندهمش حتة المنطق في ترتيب الأفكار، فقليل لما تلاقي القصيدة إيه مترتبة كده. جودة استعمال الألفاظ في معانيها، يعني اللفظة جاية بتعبر عن المعنى بالظبط. القصد، كلمة القصد دي يعني الاعتدال في استعمال ألفاظ المجاز، يعني الكلام بتاعهم دايما بيبقى واضح مباشر، أما الألفاظ المجازية اللي هي فيها بلاغة فيها إخفاء لحاجة، يعني يقول حاجة والناس وهو يقصد حاجة والناس تفهم حاجة والكلام ده، لا غالبا الألفاظ المجازية قليلة عندهم، يعني الكلام بتاعهم مباشر واضح. عدم التكلف في المحسنات، التكلف يعني التعمد أو القصد. هناخد في البلاغة يا أولاد حاجة اسمها المحسنات البديعية. المحسنات دي زي مثلا الكلمة وعكسها، يقولوا عليها تضاد أو تضاد، مثلا زي كلمتين شبه بعض في الحروف، يقول لك مصر وعصر، بنقول عليها تجانس أو جناس. دي محسنات أنتوا تدرسوها. هم بقى ما بيتعمدوش يجيبوا محسنات، يعني المحسنات ايه جايه معاهم كده، هم مش قاصدينها، لان في شعراء تانيين بيقصدوا يجيبوا محسنات كتير او ادباء. لا العرب زمان في الشعر في القصيده الجاهليه مش بيتعمدوا يجيبوا محسنات. ايثار الايجاز، ايثار يعني تفضيل، بيفضلوا الاختصار، يعني ما بيحبوش يرغوا، ما بيحبوش يطولوا في الكلام، لان العرب بيحبوا الكلام القليل الا اذا دعت الحال، الا لو الموقف يتطلب ان انا اوضح اكتر، يبقى هم بيحبوا الاختصار. الاخيره البديعه والتشبيهات الطريفه. كلمه الطريفه دي يا اولاد معناها الجديده، تشبيهاتهم جديده، يبقى الاخيره الخيال اللي هو ايه اللي احنا قلنا عليه التشبيه والاستعارات بتاعتهم. يبقى عندي هنا سمات الشعر الجاهلي: وضوح المعاني، المعاني واضحة، عدم ترتيب المعاني والأفكار إلا يعني قليل، جودة الاستعمال الألفاظ في معاني، اللفظة جاية بتعبر عن المعنى بالظبط، عندهم بلاغة وفصاحة، بالقصد في استعمال المجاز، ويقصد بالمجاز ما بيجيبش حاجات فيها خفاء، الكلام واضح مباشر. المحسنات البديعية قليلة وهو مش قصدها، يا بقى معاه كده بيحب الاختصار والإيجاز، ما بيحبوش التفصيلات الكتيرة. الخيال بتاعهم بديع وفي جديد وتشبيهات جديدة طريفة. ده كده اسمه أهم سمات الشعر إيه الجاهلي. طيب ده كده درس الأدب الأولاني. يبقى إحنا اتكلمنا عن العصر الجاهلي، عرفنا فيه العصر الجاهلي هو مين ولسه جاهلي، عرفنا العرب عايشين في أي مكان وتقسيمتهم ايه، عرفنا العرب ينتسبوا لمين لعدنان او قحطان، عرفنا صفات العرب وديانتهم، عرفنا معارف العرب زي علم الفراسة وعلم الأنساب،
عرفنا ان العرب كانوا بارعين في الادب شعر ونثر وبيعملوا معارض ادبيه. عرفنا تقسيم القصيده الجاهليه اللي هي الوقوف على الاطلال والغزل والوصف والانتقال للغرض الرئيسي والحكمه. عرفنا يعني ايه معلقات قصائد طوال اتقالت في العصر الجاهلي لمجموعه من كبار الشعراء، وعرفنا المعلقات اتسمت كده ليه، عشان هي كتبت بماء الذهب وعلقت على استار الكعبه. كانوا بيكتبوها على قطع من الجلد ويعلقوها على عمود الخيمه. الناس حفظتها بسهوله فسميت معلقات. اسباب عرفنا كمان الشعر الجاهلي كان بيتسم بايه، المعاني بتاعته واضحه، مفيش ايجاز يعني مفيش مجاز يعني الكلام مباشر، التشبيهات جايه جديده وطريفه وجميله، الايجاز بيحب الاختصار جدا يعني مفيش تفصيلات. تمام، ده كده درس الادب الاولاني الشعر في العصر مين الجاهلي. لما ناخد بعض الاسئله على الكلام ده مثلا زي الاسئله دي كده معايا. سؤال مثلا بيقول لي ايه هي الاسواق الادبيه؟ الاسواق الادبيه طبعا الاسواق الادبيه يا اولاد هي المعارض الادبيه اللي كانت بتعقد لاجل المسابقات الادبيه، تمام، في الشعر والخطابه والكتابه، وبتعقد في سوق مثل بتعقد في الاسواق زي سوق مين عكاظ. دي الاسواق طبعا المعارض الادبيه دي كانت في الشعر والخطابه والكتابه، وبتعقد في الاسواق زي سوق عكاظ. ماشي، هنا خلي بالك احنا جبنا واحنا بنشرح الادب جبنا لك سمات القصيده وجبنا لك تكوين القصيده. ما تنساش ان اهم حاجه في الدرس ده كله تكوين القصيده اللي هي ايه؟ اللي هي الاطلال. ازاي تعرف ان الشاعر بدأ بالاطلال؟ لما بيتكلم على الديانة القديمة، الغزل يتغزل في المحبوبة ده غرض، تمام، المدح، الفقر، الرثاء دي اغراض. خلي بالك بقى هو بيعمل لك اسئلة تطبيقية، بيجيب لك بيت شعر، بيجيب لك بيت شعر ويقول لك البيت ده غرض ايه، يعني البيت ده غرضه بيتكلم على الاطلال ولا غزل ولا مدح ولا فقر ولا الكلام ده. فمثلا البيت اللي قدامك ده، قال الشاعر: فهل لي في كتمان حبي راحة، فهل لي في كتمان حبي راحة، وهل تنفعني بوحة. بوحة يعني إظهار، أبوح بالحاجة يعني أظهرها، لو أبوحها. يعبر البيت عن غرض من أغراض الشعر. قول لي بقى إيه هو الغرض ده في ضوء فهمك. طبعا بيتكلم عن حبه للمحبوبة، يبقى اذا ده غرض ايه يا اولاد؟ ده غرض الغزل. ده غرض ايه؟ الغزل، تمام؟ وده من مقدمات القصيده الجاهليه. السؤال التالت بيقول: هو ايه علاقه تنقل الشاعر العربي بين الاغراض وظروف البيئه؟ ايوه طبعا في علاقه قويه. تنقل الشاعر العربي بين الاغراض والظروف، مش انا قلت لك ان العرب كانوا زمان كثير الترحال؟ كان العرب كثير الترحال. بمعنى ايه؟ ان العرب كانوا بيسعوا وراء العنب والماء، فكان لهم بيوت كتيره، فبما ان لهم بيوت كتيره يبقى كل بيت فيه ذكريات وبيقابل ناس وممكن ذكريات مع المحبوبه. فاذا ظروف البيئه وتنقل العرب وراء العشب والماء ادى الى تنوع الاغراض في القصيده. احنا نقول تنقل العرب كثره ترحال العرب، ترحال العرب وراء العشب والماء أدى إلى تنوع أغراض القصيدة. تنقل العرب وراء العشب والماء أدى إلى تنوع أغراض القصيدة، من الوقوف على الأطلال بقى والغزل والكلام ده كله. يعد الشعر ديوان العرب، ايوه الشعر ديوان العرب، او الشعر هو مرآة. الشعر ديوان العرب او مرآة، ليه بقى الشعر ديوان العرب او مرآة؟ قلنا لان الشعر هو اللي سجل لنا وهو اللي عرفنا حياة العرب
وعادته واخلاقه. يبقى انا هقول له ايه هو الشعر ديوان العرب؟ لانه سجل عادات العرب واخلاقهم وحياتهم. شعر ديوان العرب لانه سجل عادات العرب واخلاقهم وحياتهم. السؤال 5 بيقول لا تسأل المرء. السؤال 5 بيقول لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر. لا تسأل المرء عن صفاته في وجهه شاهد من الخبر. استنتج من خلال البيت نوع المعرفة اللي العرب برعوا فيها. المعرفة اللي العرب برعوا فيها ايه بقى؟ لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد. طبعا ديت علم الفراسة او معرفة الفراسة. فراسة هي الاستدلال من هيئة الإنسان على صفاته. 6 قال الشاعر موصيا إذا أنت لم تنفع فضر. إذا أنت لم تنفع فضر، يعني لو ما عرفتش تنفع الناس ائذي الناس وضرهم. ده الراجل بيقول كده. فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. يعني الإنسان عشان يبقى مشهور، تمام، يا يبقى مشهور انه بينفع الناس يا يبقى مشهور انه يؤذي الناس، فاشتغل زي الراجل. زمان كده كان في راجل ايه راح تبول في الكعبه، تبول طبعا حاجه سيئه جدا. فسالوا انت بتعمل كده ايه؟ قال اردت ان اشتهر، عاوز ابقى مشهور الناس تتكلم عليا. زي بعض الناس اللي بتعمل حاجات سيئه او حاجات هبله على وسائل التواصل الاجتماعي، هو بيعملها ليه كده؟ عاوز يبقى مشهور بس. فالشاعر بيقول اذا انت لم تنفع فضر، فانما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. ما دلاله هذا البيت على طبيعه العصر الجاهلي؟ يعني البيت ده كده بيدل على ايه في العصر الجاهلي؟ طبعا بيدل على انتشار الجهاله والفوضى. يبقى يدل على انتشار الجهاله والفوضى. تمام. السؤال بيقول 7 ما اكثر الاغراض التي استخدمها الشعراء الجاهليون في قصصهم. اكثر الاغراض اللي استخدمها الشعراء غرض الفخر، كلموا عنه كتير، وغرض المدح، والغزل برضو استخدموه كتير. دي اغراض اتكلموا عنها كتير، الفخر والمدح والغزل. اقل اغراض بقى ايه؟ اقلها يعني اقل غرض اتكلموا عنه الاعتذار. الاعتذار ده كان قليل جدا. طب ليه غرض الاعتذار قليل؟ لان الشاعر الجاهلي كان عنده، الانسان العربي كان عنده عزة نفس، فما كانش يحب يعتذر. تمام. السؤال 8 بيقول قصائد طوال لكبار الشعراء. قصائد طوال لكبار الشعراء تتعدد اغراضها. ايه المقصود بالقصائد دي؟ القصائد طوال لكبار الشعراء هي اسمها ايه؟ ايه المقصود؟ قال لي طبعا المقصود المعلقات. السؤال 9 تتعدد اغراض القصيده الجاهليه. ايوه القصيده الجاهليه فيها اغراض كتيره. زي ايه؟ زي الوقوف على الاطلال، وزي الغزل، وزي الوصف، وزي الغرض الرئيسي اللي هو المدح والايجاء، وهكذا. السؤال اللي جاي سميت المعلقات بهذا الاسم اللي احنا قلنا ليه؟ عشان هي اتكتبت بماء الذهب وعلقت على استار الكعبه، عشان هي كتبت على وعلقت على عمود الخيمه، عشان هي شبه العقد اللي بتعلقه النساء، عشان هي اتعلقت في الاذان. طبعا انا كده جاوبت لك على مجموعه من الاسئله، انا بس بعرفك طرق الاسئله ازاي على الادب. يعني في اسئله نظريه عاديه وفي اسئله تطبيقيه انت بتطبقها. في عندنا في الملف مجموعه تانية من الاسئله حضرتك هتقراها كويس، تمام، وهنحلها ان شاء الله في الواجب. تمام. كده يبقى احنا استوفينا درس الادب الاولاني الشعر في العصر الجاهلي. عرفناك ايه هو العصر الجاهلي، وايه سمات القصيده الجاهليه، وايه سمات الشعر الجاهلي، وحياه العرب عامله ازاي. وقلت لك بعض الاسئله، الاسئله بتيجي ازاي على الدرس، الاسئله التطبيقيه والاسئله النظريه.
عاوزكم تذاكروا الدرس ده كويس، تفهموه وتحفظوه وتبدأوا تحلوا الأسئلة اللي عليه عشان إن شاء الله ننتقل للدرس التالي في الأدب. أستودعكم الله وأتمنى لكم السداد والتوفيق وحسن الفهم، وإلى المحاضرة الرابعة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً.